منتوج القنطس اللي اشتهرت به مؤخرا ولاية الواد، وأصبح داخل في الزراعات الاستراتيجية والزراعات الهامة هنا في ولاية الواد. بالنسبة للقنطس أو ما يسمى بالاسم العلمي عود القرح، يستعمل في عديد الأشياء من بينها أمراض الأسنان، أمراض الجسم عديدة، وحتى إلى نسبة قليلة في التوابل. القنطس كاللي ما يعرفوش هو نبات عشبي، الجزء المهم في عشبة القنطس هو الجذر لما فيه من فوائد طبية وفوائد أيضا يدخل في التوابل. احنا فلاحين في منطقة حسين عبد الكريم نمارس في زراعة القنطس للنظر لعدة أسباب، من بينها أنه قليل التكاليف ومردود تاعه لا بأس به. الحمد لله وفقنا ربي وجبنا الزريعة ونجحنا فيها، وفقنا ربي ثاني وصلنا الإنتاج ما شاء الله هنا في الولاية تقريبا الهكتار يخرج حوالي من 9 إلى 10 قناطر الهكتار بالنسبة للعروق. أنا أول مرة نقوم بهذه التجربة، وخيرت أننا نقوم بالتجربة هذه بسيستم التقطير، لأن عندي نقوم بتربية الأسماك ونحب ندمج تربية الأسماك مع سيستم التقطير لأنها تساعدني عكس الرش المحوري. وإن شاء الله بالنسبة للمساحة الوقت الحالي نقدر نقول لك أقل من هكتار شوية، لكن في المستقبل نحاول نكثر تقريبا 3 هكتارات 4 هكتارات على حسب الإمكانيات. بدينا بتجربة كبلايص صغيرة، ثم لقيناها أنا عاد تعطي منتوج مليح والسعر تاعها ثانية لاباس به، طورناها واصبحت معنا زراعة في البيفوات وكذا. الحمد لله نقدر نقول رانا نجحنا في زراعته، والحمد لله تغلبنا على معظم المشاكل اللي نواجهوها مثل الحشائش، مثل بعض الامراض اللي يعاني منها عشبة القنطس، وان شاء الله نزيد من التوفيق. عندنا توجه كبير للنباتات الطبية والعطرية في منطقتنا بواد سوف، واليوم كان اهتمام كبير من طرف الفلاحين. أولا منها عدة فوائد، من بينها الدورة الزراعية، كذلك لأهمية هذه النباتات في الاستعمالات يعني اليومية عند الساكنة. اليوم رانا نشوفوا كنا واقفين قدام تجارب يعني بالرش المحوري وبالتقطير، هذا شيء ايجابي ما دفعنا احنا كغرفه فلاحيه يعني بالتنسيق مع التكوين المهني لفتح اختصاص في التكوين المهني، وهو الاول اختصاص على مستوى الوطن. شيء هذا رانا نثمنوه ونشجعوه. مع تأسيس المجلس المهني للنباتات الطبية والعطرية إن شاء الله يعطي دفعة قوية للفلاحين من حيث التعطير تاعهم باش يوسعونا في المساحات، نظرا لأهمية هذه النباتات، وخاصة أن راهي تقريبا جل هذه النباتات كانت مستوردة، وإن شاء الله يكون تاعها إنتاج محلي، وخاصة في المنطقة تاعنا المشتهرة كذلك بعد زراعات مهمة إن شاء الله.